القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. للعام الثامن على التوالي انطلقت اليوم فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبو تيك 2012 برعاية من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا ومجموعة الاتصالات الفلسطينية بالتل، ليتمحور هذا الأسبوع حول مؤتمر تكنولوجي لاختراعات برامج إلكترونية وأفكار إبداعية. يحمل هذا المعرض وهذا الأسبوع بالأحرى في الضفة وغزة شعار الإبداع، وهو بالتالي يعكس هذه الروح الفلسطينية الخلاقة التي تصاعد مع كل عام من خلال مجمل مشروعات يطرحها أبنائنا وأبناء شعبنا على امتداد الوطن من خلال مشروعاتهم أو من خلال شركاتهم بصورة نوعية هذه المرة وبأكثر جرأة. لذلك نحن نعتبر هذا الأسبوع هو تظاهرة ثقافية فلسطينية معرفية علمية بامتياز، وهو حدث الآن بات يستحوذ على اهتمام الجميع. يعتبر المعرض نقطة لتجميع الأفكار الإبداعية، فهو يتيح للشركات الفلسطينية ومشاريع الجامعات والشركات الحديثة أن تعرض ما لديها من سلع وخدمات بهدف الوصول إلى مستوى إقليمي وعالمي. المعرض هو يمثل تظاهرة لكل الأفكار الإبداعية والتكنولوجية في فلسطين. الأفكار عديدة تبدأ من البرامج الإلكترونية البسيطة لبرامج تطبيقات هاتف المحمول، وهذا مشروع إحنا دعمناه بشكل أساسي كمجموعة اتصالات مع بيكتي من أجل تطوير أفكار تطبيقات الهاتف المحمول وتسويقها عالميا، آملين أن ينتج عن هذه الأفكار في يوم من الأيام شركات تنطلق للإقليمية والعالمية. يهدف الأسبوع إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا في فلسطين والاستفادة من الخبرات العالمية والمشاركة في نشر الثقافة المعرفية والتكنولوجية. لتلفزيون القدس لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.